بالموجة الثالثة للديمقراطية، للتحول الديمقراطي. الموجة الثالثة دي كان في موجة أولى، دي اللي حصلت في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، واللي تزامنت مع الثورة الفرنسية. والموجة دي حوالي 13 أو 14 بلد في العالم أخذت بيها وتأثرت بيها وأصبحت بلدان ديمقراطية، منهم طبعا إلى جانب فرنسا وإنجلترا، منهم بقى بلاد أوروبية أخرى، ومنهم كندا والولايات المتحدة. دي الموجة الأولى للديمقراطية أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19، وظلت الديمقراطية محصورة في هذه البلدان الأوروبية والأمريكية، أمريكا وكندا وغيرها، إلى بدايات القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى اللي انتصرت فيها البلدان الديمقراطية على بلدان غير الديمقراطية، كان أهمها ألمانيا، ألمانيا والمجر والنمسا. الحرب العالمية الأولى كانت بين بلدان ديمقراطية فيها إنجلترا، وأمريكا دخلت مع إنجلترا كحليفة، وبلدان غير ديمقراطية في أوروبا كان أهمها ألمانيا والنمسا. بعد هزيمة ألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الأولى، واللي مصر كانت طرف بسيط فيها لأنها كانت محتلة بواسطة إنجلترا، وإنجلترا استخدمت موارد مصر في دعم مجهودها الحربي. ولذلك لما جاء مؤتمر الذي أعقب الحرب العالمية الأولى اللي هو مؤتمر فيرساي، اللي هيعمل مؤسسة دولية اسمها عصبة الأمم علشان تقضي في المنازعات الدولية بدل ما يلجأوا للحروب، لأن الحرب دي الحرب اللي هي حصلت بين سنة 1914 و 1918 دي لأول مرة بقى في التاريخ يموت فيها عدد من الملايين، حوالي 20 مليون واحد ماتوا فيها. فكانت بالنسبة للعالم شيء فظيع ومريع، ولأن وسائل الفتك والقتال الحديثة كانت استخدمت بما في ذلك حتى الطيارات لأول مرة، فقال لك لا، بعد كده لازم نعمل نظام قانوني يحكم المنازعات الدولية. ومن ثم كان مؤتمر الصلح في فرساي اللي حاول المصريين اللي كانوا بيقاوموا الاحتلال الإنجليزي يشاركوا فيه، ورفض الأول المعتمد البريطاني، رفض أنه يسمح لسعد زغلول وزملائه اللي عاوزين يشاركوا في مؤتمر فرساي بالذهاب إلى فرساي. فكان هذا الرفض وهذا التعنت من المفوض اللورد كرومر والمفوض الإنجليزي، رفضوا لذهاب الوفد المصري، هو اللي فجر ثورة 1919. وانتوا عارفين بقى الباقي اللي حصل بعد كده، دي مجرد إشارة قد ايه الأحداث الدولية بدأت تؤثر في الداخل المصري. هننقل من دي بسرعة عشان الوقت، ونقول طيب الديمقراطية دي كانت الموجة الثانية للديمقراطية، واللي مصر كانت جزء منها برضو. ليه؟ لأن بعد ثورة 1919 اضطرت بريطانيا
أن تعطي مصر أو تمنح مصر استقلالا محدودا. هذا الاستقلال المحدود يمكن مصر من أن هي أو ثورة 19 اللي قادها سعد زغلول أنهم يعقدوا أولا يصيغوا أول دستور اللي هيبقى اسمه دستور 1923، ويعملوا أول انتخابات تعددية تشارك فيها الأحزاب في سنة 1924. وبدأت بقى الفترة اللي احنا بنسميها المرحلة الليبرالية في تاريخ مصر، نقدر نقول من 21 22 23 24 إلى أن قامت ثورة 1952. فبنتكلم عن نقول من 22 لـ52 30 سنة، دي هنسميها الحقبة الليبرالية. وهذه الحقبة كانت من أمجد فترات التاريخ الحديث في مصر. أمجدها ليه؟ لأن الحقبة الليبرالية دي هي اللي ظهر فيها مش بس الأحزاب المصرية زي حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين وأحزاب أخرى، ولكن أيضا كان الفترة التي ازدهرت فيها الثقافة وازدهر فيها الاقتصاد. ففي عالم الثقافة بدأت تظهر مش بس أصوات جديدة، لكن مدارس فكرية جديدة. دي الفترة اللي ظهر فيها توفيق الحكيم، اللي اتولد فيها نجيب محفوظ، الفترة اللي فيها أحمد لطفي السيد، كل نجوم وأعلام هذه الحقبة هم اللي أسسوا الليبرالية في مصر، يعني التعددية، يعني الرأي والرأي الآخر، يعني الصحافة الحرة، يعني الثقافة الحرة. دي أنا بعتبرها أزهى فترة في تاريخ مصر الحديثة، الفترة من 1920 أو 1922 ل 1952. في 1952 حدثت ثورة يوليو اللي الناس استقبلتها في الأول بتحفظ، ثم حينما أنجزت الثورة بعض الخطوات الجبارة زي قانون الإصلاح الزراعي، ثم إلغاء الألقاب المدنية زي باشا وبيك، ثم تحرير العامل والفلاح، فبدأت الناس تلتف حول ثورة 52. وللأسف ثورة 52 اعتبرت الأحزاب، كلام عن الأحزاب، حلت الأحزاب اللي كانت قائمة في ذلك الوقت وعملت تنظيم واحد سمته في البداية هيئة التحرير، ثم الاتحاد القومي، ثم بعد كده بعد عبد الناصر أو في أواخر عهد عبد الناصر تسمى الاتحاد الاشتراكي، ثم بعد عبد الناصر وفي ظل السادات سماه الحزب الوطني، تنظيم الواحد ده سماه الحزب الوطني، ويفضل معانا الحزب الوطني إلى أن قامت ثورة يناير 2011. عملت تعدد الحزب سادات بدأت تعدد الحزب معك. فبنقول إيه؟ يضر الأحزاب، وده اللي أنا أختم به. إحنا في علم الاجتماع السياسي وفي مركز ابن خلدون بنعتبر الأحزاب هي الشرايين الحية للديمقراطية، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية أو تعددية بدون أحزاب. الأحزاب ليس بالضرورة أن تكون كثيرة، ولكن حتى البلدان اللي كانت محرومة من التعددية حينما تفتح الباب
كل ثلاثة أو أربعة في واحد نايم في ال صح صدقيات وحط الشغل بتاعه صح صح لما أشوف واحد نايم زي ما أشوف في المحاضرة كده بفقد تسلسل الأفكار. كده جبت لنفسك الكلام انت بالتعسيل اللي انت خدتها دي المنتجة بقى. طيب ماشي منتج الحتة دي. احنا بنقول الاحزاب هي الشرايين الحية للديمقراطية. يحمد للرئيس السادات نتكلم عن الانفتاح، عمل انفتاح اقتصادي ثم عمل انفتاح سياسي. في الانفتاح السياسي ده سمح بتعددية حزبية، وفي النهاية هذه التعددية الحزبية لم تؤدي الغرض المطلوب، فحتى انقلب على هذه التعددية وانقلب على الديمقراطية اللي بدأها على استحياء، ثم قال لنا الديمقراطية لها أنياب، فضمن أنياب الديمقراطية إنه لغى الديمقراطية. في مناسبة تانية نبقى نقول لكم على الحديث الطويل اللي دار بيني وبين الرئيس السادات في هذا الموضوع، لكن مش عاوزين يعني نطلع عن موضوع الندوة. بنقول إذا كان للديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير 25 يناير أن تتعمق وتتكرس، فلا بد من وجود أحزاب. وجود 74 حزب ممكن أن يصيب المواطن العادي بالدوار، لكن عايز أقول لهم إنه كان في موجة ثالثة للديمقراطية بدأت في البرتغال سنة 1974، ولأن البرتغال كان فيها حكم ديكتاتوري طويل استمر 40 سنة، فأول ما قامت فيه ثورة وبدأوا فيه الديمقراطية اتعامل برضو حوالي 60 حزب، والبرتغال عدد سكانها تقريبا 5 سكان مصر، ومع ذلك نشأ فيها حوالي 60 حزب في أول سنة. كل 3-4 أصحاب يقعدوا مع بعض وعندهم أفكار زي أفكار ابن خلدون كده يعملوا حزب. فالأحزاب كتير. بعد أول انتخابات في البرتغال المئة حزب دول أو أكثر يعني نزلوا إلى حوالي 30 حزب. لما طلعت النتائج وبعض الأحزاب لم تحصل على لا أصوات ولا بقى لا تمثيل في الأول مجلس نيابي، فانخفض عدد الأحزاب إلى 30. بعد ثاني انتخابات انخفض عدد الأحزاب من 30 ل6 أحزاب، فمن 100 ل30 ل6 أحزاب. النهاردة في البرتغال أعتقد أنه فيه 5 أحزاب، مش متأكد من العدد بالضبط، انما يما 4 يما 5 حزب يعني هم اللي في الساحه اللي لهم نواب في البرلمان. فانا مش منزعج قوي من كثرة الاحزاب، انا عارف انها تتصفى بالتدريج. المهم ان احنا نحافظ على قواعد التعدديه ولا نحرم احدا من ممارسه حقوقه، حتى لو كان ده مهم مما يسمى بالفلول. حتى لو كان ليه؟ لأنه نترك الشعب هو اللي يقرر، نعطي الفرصة لكل واحد إنه يشارك إنه ينظم نفسه، والشعب في النهاية هو اللي يختار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر من ضيوفنا الأعزاء لو كانوا عايزين يعني ألحق جزء من الديك الرومي، وإن شاء الله نبقى نعمل برضو احتفال هنا ونجيب فيه رومي ونعزمكم جميعا. شوف لنا كل عشاء ولا غدا، شوف يعني اللي انتوا اللي عجبكم. ربنا يخليك يا دكتور. ربما في احنا ايه من النهارده كام في الشهر؟ 25 نوفمبر يعني يمكن نعمله في اول السنه الجديده. طب كويس، يبقى كويس ماشي. في 1 أو 2 يناير بنعمله في ديسمبر في عيد ميلادك. ونعمله في ديسمبر في عيد ميلادي بس فيها شكلها كده ملك يا امبراطوري. لا مش هكون بس اصل دي اضمن. لا 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 نخليه في راس السنه. ربنا يخليك ماشي. فحضراتكم معزومين، مدعوين طبعا مدعوين دكتور واصدقائنا جميعا مدعوين لهذا.
ورسالة كمان. ورسالة معزوم. آه. ده أنا عامل كتاب الإعلام رسالة الأنبياء. طيب. هل تأذنوا لي وتسامحوني؟ ده مش الخروج.